أنا أؤمن أن الإنسان مستقل في قراءته للوجود والحياة والدين إلى آخره. ضياء الموسوي رئيس حزب الإنسان في البحرين. تقول لماذا هؤلاء الشباب يموتون بسبب فتوى قد تكون غير مدروسة؟ متى نرى ونشاهد مرجعية شيعية خليجية؟ من إلى غدا السابعة بتوقيت السعودية على MBC1، وتابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجانا على شاهد.